وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما عبدك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما عبدك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما عبدك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس
بعدادي كل ما اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الغرم وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس تهدي كل ما أعلو بالله اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تهلل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل ما أعلو بالله اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الغرم وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدده كل ما أعلو بالله اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البارئ
الخا في ذرا في معز المذل السميع البصير الأفاق العد اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحافظ المكيد الهصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المهي المبيض الهي القيوم الواجد الماجد الواعد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المتكئ العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني البارع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الزهور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل افضل الصلوات على اسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلومات تلك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون ووفى عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Persekian warga Bandar Johor Bahru, Fadil Ustaz Zain Aim, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mubarakah ini tempat kita bersama-sama untuk kita menghayati bacaan Al-Quran Al-Atas serta bacaan Asmaul Husna. Kebahagiaan dan bacaan yang bakal kita baca sebentar lagi ini, semoga segala doa munajat yang bakal kita lafazkan, moga-moga Allah akan memperkasa dosa kita, moga Allah memakmurkan segala permintaan dan hajat kita dan diimpunkan kesediaan khususnya warga Bandar Johor Bahru sama-sama dengan keluarga orang yang salih dan salih. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagi mulakan majlis pada hari ini, saya pihak majlis persilakan Ustaz Zaid bin Amin untuk menggunakan bacaan Ratib Al-Atas serta Asmaul Husna. Sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Dato' Badar Bandar Johor Bahru. Alhamdulillah dan wakil kerja warga Majlis Bandar Johor Bahru dan keberkatan ratib yang kita baca ini, mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Dato' Badar serta warga kerja Majlis Bandar Johor Bahru, keluarga, sahabat-sahabat, saudara-saudara, pemimpin kita, negeri dan negara kita berada dalam taufik dan hidayah Allah SWT, kesihatan, perpanjangan, kesejahteraan, keselamatan, kejayaan, dipermudahkan di segala urusan dunia dan akhirat, dan hidup dalam iman, mati dalam iman. Dan kita doakan agar ada di kalangan saudara-saudara kita, sahabat kita, jiran-jiran kita, warga kerja kita, majlis saudara yang sedang sakit,
mudah-mudahan diberikan kesembuhan agar dapat bersama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan pemuda berhajat, mudah-mudahan diberkenan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan air harapan kita ini menjadi penawar bagi segala penyakit, sama ada penyakit zahir maupun penyakit batin, insyaallah taala. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. الفاتحة وآل ذكرك إلى روح والدنا والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمين الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
إنك لطيف لم تزل
تائبون إلى الله تائبون
الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى مسجد وحبيبنا وشافينا رسولنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أن الله يريد شاهد في الجنة ويرفعنا بأسرار من والهم ونبيهم في الدماء الدنيا والآخرة ويجعلنا من حسب ما يرزقنا حبته ودفانا على ملة مجنون في سمرته بخير ولطف وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى رسل المحاج إلى الله محمد بن عيسى وإلى رسل فخر المدى محمد بن علي فعلى أبي وسليمان فليمان ذي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وهم يريد شهادة في الجنة وينفعنا بأسرار من والهم ونبيهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى رسل حبيبنا بركاتنا صادرة تقدم العام فاسأل حبيب ربنا عبد الرحمن الأطاس ثم إلى رشا علي بن عبد الله البارة ثم إلى رحم بن محمد سليم فريم ذي البغ عليه أجمعين أن ضعف لهم ويرحمهم هم يريد زجاجة في الجنة وينفعنا بأسرار من والهم ونبيهم ونفعنا بالدين ومن الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى روح والدنا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى روح وأموات أهل هذه البلد من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن طايه في لهم يرحمه وما يريد شهد في الجنة ويعيد علينا من أسرار من والهم ولمهم وبركات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل صدق ومأمول وصلا شهد ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جارية لكل خير لنا ولوالدنا وأولادنا وأحبابنا ومعلمينا ومشايخنا في الدين معلوط والعافية والألية أن ضاهرنا من قلوبنا وقلبنا وتقى الهدى والعفاغنا والموت على هذه الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بأقصة ولا عدلان وعلى كل يد صالحة وعلى حدث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا حتى يغفر نعمك المزيدة يا رب لك الحمد كما يبلغ الجلال ملك العظيم سلطانك سبحانك لا نصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد اذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد الياسين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك نستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعمالك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جبرنا بالعافية والسلامة خصوصا إلى نتوبنا المجلس من لا يتوبر وأكسد والبكر وكجنا وحققنا وحققهم بالتقوى والاستقامة وعذا وعذهم من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا جمالا متبدلا ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا واعترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الأنب وآله والصحب إذا لم تغش صحبي والحمد للإله في البدء والتلاهي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى. فادعوه بها. فادعوه بها. نسألك يا من هو الله. نسألك يا من هو الله. الذي لا إله إلا هو. يا الله 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 الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل
الصبور جل جلاله
أحد ولم يقل له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا رحمن يا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدك سر طيب البركة فيه. حمد يا في نعمك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الغفار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حبوب والثمار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
بعدد ما أظلم عليك الليل وأشرق عليك النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنك أمرتنا بدعاء وتكفلت بالإجابة. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا يا أكرم يا حي يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهلك سيط. يا عظيم العفو يا حسن التجاوز. يا واسع المغفرة يا باسط الجهد بالرحمة. يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى. يا كريم الصف يا عظيم المل. يا مبدعا يا قبل استفاقها. يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا قاعدة رفاتنا. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. أن تصلي على عبدك نبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد. وأن تعطي بالوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائن غيابك ونعوذ بك من كل شر خزائن غيابك. ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك ما قضيت لنا وللمسلمين من أمر أن تجعل عاقبة رشدا. اللهم إنا نسألك أن تقسم لنا من خشيتك ما تعول في بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. ومتعنا يا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن تفعل بنا سيكون أجل تنتهي الشرط. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك
في قبضتك نعطي إلى بلدك ما أنتم فينا حكمك عدل فينا قضاءك اللهم إنا نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو انتثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا دخل من لا دخل له يا غياث من لا غياث له يا كريم العفو يا حسن التجاوز يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء يا عون الضعفاء يا منقذ القرقى يا منجي الهلكى يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل أنت الذي سجى لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وفيف الشجر يا الله لا شريك لك يا رب يا رب اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب البارك عبي إليك الذي إذا دعيت بها شبت وإذا سلت بها عطيت وإذا استرحمت بها رحمت وإذا استفرجت بها فرت اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم ونسألك باسمك العظيم العظيم الكبير الأكبر الذي من دعاك بأجابته ومن سألك بأعطيته اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعاءنا وقراءتنا وحجتنا إنك أنت السميع العليم إلهنا 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 الأمان 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 السلامة 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 لنا وأسرتنا وذرياتنا وسكان ماليزيا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان
أينما كانوا والناس في العالم كلهم من الوباء والبلاء والغلاء والأمراض وسيء الأسقام والطعن والطاعون والمصيبة والأذى والسوء وخاصة باسم الأملس اللهم تأصل بذي الملك والملكوت واعتصمنا بالعزة والجبروت وتوكلنا على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلنا في حفظ الله ودخلنا في حفظ الله ودخلنا في أمان الله بحق كافها يا عين صاد كفينا حميم عين سين قاف حمينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله شافي بسم الله كافي بسم الله معافي بسم الله وافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان البلاء والوباء البلاء الأمراض والأسقام الفتن والمعان الغفلة والنسيان وأذل عنا وعنه الشك والظنون والأمهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام دواهم فيها سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقطع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل نمحات ونفس ونفس بعتاد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل الله منكم صلى الله عليه وسلم.